لسمك المزقوف العراقي رح نحتاج سمكة وزنها كيلو ونص، أي نوع سمك أنتوا بتحبوه أو بتفضلوه، معلقة كبيرة من الملح والفلفل الأسود، معلقتين كبار من معجون الطماطم، أو إذا بدكم كاتشاب، سنين توم، زيت زيتون، ومعلقتين كبار خل، وربع كوب من الليمون. خلينا نقول لهم لا بالوصفة اللي عاملينها اليوم. انا عملت لكم اليوم سمك بس بطريقه كثير مختلفه، لانه قدمنا كثير انواع من الاسماك خلال الحلقات الماضيه، فحبيت اعمل لكم سمك بطريقه مختلفه. فرح نعمل سمك المزقوف بسموه. هلا الناس بتعتقد انه السمك المزقوف يا دانا انه هو نوع سمك. هو مش نوع سمك، هو طريقه طبخ للسمك. حلو. تمام. فانا عندي هون سمكه، انا اليوم استخدمت سمك اسمه سمك العروسه، هيك بقولوا له. ليه؟ بشوفه منظره كثير عجبني. اللي بده يستخدم السمكة الحمراء بتزبط، بده يستخدم سمكة هامور بتزبط، بس أنا مثلاً هذا حقه 5 جنيه الكيلو. دائما بحب أجيب لكم أشياء سعرها كتير معقول لحتى تعملوها. وزن هاي تقريباً كيلو ونص، تمام؟ خليته يفتح لي إياها من الراس لعند الديل لتصير معاي هيك، شوفوا كيف؟ عشان تاخذ معانا شكل سمكة المزقوف العراقي. لا لا وين رايحة، تعالي شوفوا كيف شكلها، طلعوا قد ايه حتى اللحمه تبعها ابيض وحلو. عشانها فريش كمان طازه، هي اللي الناس اللي بتحب تستخدم الاسماك المجمده بزبط، بس بتخلوها تفك تماما من الثلج بعدين بتستخدموها. طريقه طبخ سمك المسقوف تختلف تماما عن انواع السمك اللي احنا بنعرفها، تتبيلات كثيره وبنحطها بالفرن وقت كثير طويل، هاي بالعاده بتنعمل او على الفحم. اوكي، فانا اليوم جبت لكم طريقه نعملها بالفرن بس بطريقه مميزه. اول شيء راح ارش عليها خل. تمام هيك، عشان ناخذ او نشيل اي زنخه موجوده على السمك. وطبعا بدكم انه انتم بالبيت تنظفوها منيح بخل ليمون زي ما انتم متعودين تنظفوا السمك، وملح. بس هيك. حلو. بدي ادخلها الفرن. خليني اشلح البلاس قبل ما تحطوا باقي المكونات، قبل ما احط اي شيء. هلا هن اللي بيعملوها على الفحم، خليني اطلع الجاهزه. قبل ما يحطوها على الفحم، او الناس اللي بيستخدموا الفحم بحطوها على الفحم تقريبا 10 دقائق لا شوي، تحسوا صار اللحمه تبعتها ناشفه، بعدين بنحط لها بقيه التتبيله. حلو، خلينا نشعل بس هيك لينشف وجهها على السريع. بعدين كثير سهل السمك، يعني للناس اللي بتحبه خلص بس تحط شويه ملح وفلفل عليه وخلص بالفرن، اذا ما بدك تضيفي عليه هاي الاضافات اللي انت عملتيها اليوم. 100% ولا اسهل منه. بتجيبي هالسمكه تنظفيها وتحطي شويه ملح وفلفل وبالفرن. بالفرن صح. هلا بس احنا شوفي، مش كل انواع السمك بتزبط بس بهاي التتبيله. في اسماك تحتاج سمك تتبيل، يعني تتبيلات كثيره، وفي اسماك لا. بس انا بحب دائما اسال، يعني قد ايه مهم او قد ايه عدد مرات لازم ناكل سمك خلال الاسبوع؟ انا هذا اللي كنت لسه هلا بدي اوصل له. حاول انه ندخل السمك لو على القليله مرتين بالاسبوع. هلا مو ضروري سمك سمك، ممكن ناخده على شكل تونه او على سردين، لانه في ناس كمان بتحب التونه والسردين، ممكن ندخله بهاي الطريقه وبيعطي نفس الفوائد، القيمه الغذائيه اللي بدنا اياها تقريبا الى حد ما اكثر. حتى لو كان معلب، هلا بتخف اكيد يعني الفيتامينات والمعادن الموجوده فيه. بس بدي انصح شغله، اذا بدنا ناخذ تونه ناخده اللي بالمي مش بالزيت لحتى نخفف من السعرات الحراريه اللي موجوده فيه. بس اذا بدنا نحكي عن السمك بشكل عام، نحاول ندخله بنظامنا بيومين بالاسبوع على الاقل، ونحاول 3 ايام ناخذ الجاج، مره لمرتين ماكسيمم ناخذ فيها اللحمه، ونحاول انه ناخذ مره بالاسبوع بروتين نباتي. مو ضروري يكون جاج سمك او لحمه، نحاول نلجأ للبروتينات النباتيه مثل الفول، الحمص والعدس، فهيك بنكون نوعنا خلال الاسبوع لحتى نقدر ناخذ كمان كل الفوائد الغذائيه من اكثر من نوع من البروتين. فهيك أوكي. يعني يعتبر جوابنا مرتين بالاسبوع. طب بالأسبوع. في بدائل بيقدروا ياخذوها عن السمك؟ لانه في ناس مش كثير بتستغيث طعم السمك او ما بتحب السمك. الناس بتحب السمك يا ما بتحب السمك. هلا شوفي، احنا لما بنحكي عن السمك بشكل عام بنكون قاعدين عم نحكي عن شغلتين رئيسيين، اللي هم اول شيء الاوميجا 3 او الحمض الامين اللي بنسميه الاوميجا 3، اللي هو اول شيء بيساعد على التركيز، بحسن من عمل الدماغ، وبيعطيكي كمان الطاقه. الاوميجا 3 بيحتاجها الطاقه اللي بيحتاجها الجسم ليمارس النشاطات اليوميه بشكل عام. أوكي. كمان نوع من انواع الفيتامينات اللي موجود بالسمك وخصوصا بالسالمون اللي احنا اليوم رح نستخدمه بالوصفه الثانيه، هو فيتامين دي. فيتامين دي للاسف معظم الشعب عنده نقص بفيتامين دي. صح. وفيتامين دي للاسف ليش عندنا مشكله احنا فيه شاف؟ لانه
فيتامين دي احنا مصدر الاساسي من الشمس، فلما احنا ما بنتعرض للشمس بشكل مباشر للاسف بنصير نعاني من نقص بفيتامين دي. هلا فيتامين دي زي ما حكيت المصدر الاساسي هو الشمس، ممكن ناخده من بعض الاغذيه، بس لما بدنا نتعرض للشمس لازم تكون اول شيء تعرضنا مباشر ومن دون اي واقي شمس او اي حواجز بيناتنا، يعني من وراء الازاز ما بتعتبري انت قاعده تحت الشمس او عم تاخذي فيتامين دي. اوكي والله فهدول الشغلتين اللي بيميز، إذا ما كنت بدك تاخديهم للأسف رح نصير نضطر إنه ناخده من بدائل تانية. إذا عم نحكي عن فيتامين دي نلجأ للحليب المدعم أو بالمكملات الغذائية لفيتامين دي أو للأوميغا 3. تعرف إنه أول مرة أعرف إنه في فيتامين دي، فهاي معلومة كتير لطيفة. هاي بميز السالمون أكثر. الناس مش كتير بحب الأسماك، بس مع إني بعملها بكتير أنواع، بس خلص رح أصير أكل سمك عشانك يا دانا حبيبتي. طب خليني أعلم أنا هلأ كيف عملت التتبيلة هاي. لازم تأخذ بالفرن 20 دقيقة، أنا ما معي 20 دقيقة وقت أحط لكم إياها، لا تنشف تصير الطبقة اللي فوق عندي ناشفة. تمام. هلأ التتبيلة تبعتها عبارة عن ليمون. أنا طبعا هاي وزنها تقريبا 1.5 كيلو، خلينا نفترض من 1.5 كيلو ل 2 كيلو، بنحتاج نحط ليمون ربع كوب ونحط عليهم ملح، صلصة بندورة أو إذا بدكم كاتشب برضو بيعطي نكهة كتير مميزة، وكزبرة وفلفل أسود. شوفوا قد ايه التتبيلة كتير خفيفة. بعدين بنيجي بفرشاية ندهنها بهاي الطريقة. على سيرة الكاتشب، كثير ناس بخافوا انهم ياخذوا الكاتشب لانه فيه نسبة سكر وملح عالية. هلا صار في نوع جديد من الكاتشب بيكون فيه نسبة الملح والسكر اقل ب 50% تقريبا، فممكن انه احنا نستخدمه اذا كنا حابين نستخدم الكاتشب بدون تأنيب ضمير من دون اي تخوفات، ممكن نلجأ لهذا النوع. طب اسمعي، انا كنت ناوي الاسبوع الجاي اعملهم الكاتشب. أوكي. لانه انا صرت هلا هم بيعرفوا كل حلقة عم باخذ فقرة نعمل اشياء اللي بنشتريها جاهزه نعملها بالحلقه ويصيروا يطبقوها بالبيت. أوكي. فممكن ادور على هاي الطريقه ونعملها انا وياك. خلص تمام، يا رب تزبط معي اعملها دايت يعني. بنجرب. طيب شوفي، انا راح اخذ كل التتبيله يا دانا. احطها هيك. هلا هاي انتم ملاحظين انا لا حطيت ورق فويل ولا شيء، انا بس حطيت تحتيها ورق فويل عشان اقدر اقيمها. شوفوا قد ايه منظرها حلو. مدة الوقت اللي بتحتاجها هاي السمكه تقريبا ساعه. انا زي ما قلت لكم اول مره بنحطها 20 دقيقه بس بملح وليمون او ملح وخل فقط. بعدين برجع بطلعها بحط لها هاي التتبيله، برجع بدخلها على الفرن تقريبا 25 ل 30 دقيقه، لا حتى طبعا من تحت النار بدها تكون على حراره 180 لحتى تستوي تماما من تحت، ولما تيجوا تمسكوا اللحمه تحت السمك تلاقوها عم تتفتفت معاكم. هاي رح نوديها على الفرن بورجيكم اياها اخر الحلقه كيف بتصير. انا احط حراره بس من تحت، يعني وصفة سهلة جداً، كل المقادير يعني تقريبا موجودة عندك بالبيت. وقلتي إذا ما كان عندك رب البندورة ممكن إنك تستبدليه بالكاتشب. بالكاتشب يعني. هلأ شوفوا هاي بتكون جاهزة. أنا هلأ طلبت منهم يولعوا لي فحمة، لأنه قلت لكم هي الفكرة بهاي الوصفة أو بالعراق مشهور كتير إنه على الفحم بنعمل. أنا لما ما أعمل على الفحم خلاص تعودتوا علي من دخنه، فمنجيب هلأ فحمة ومنحطها ومن دخنه ومنورجيهم إياها.